وأخرج الإمام الحاكم رحمه الله في المستدرك على الشرط البخاري أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله تبارك وتعالى يذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه الآية نزلت بسبب سؤال أم سلمة رضي الله عنها، وأخبر تبارك وتعالى أن النساء اللاتي هاجرن الله سبحانه وتعالى كتب لهن هذا العمل العظيم والمبارك والمشرف.